فتيان بني هاشم وأيضا نساء. فالتفت إلى فتيان بني هاشم وأمرهم بأن يركبوا النساء على الهوادج، وهذا اللي روع قلب أم سلمة. قالت لأبا عبد الله ابقى هنا لا تغادر، فإني سمعت جدك صلى الله عليه وآله يقول يقتل ولدي الحسين بأرض يقال لها كربلاء. قال لها يا أم وأنا أعلم ذلك، وإن شئت أريتك موضع مصرعي ومضجعي. وناولها شيء من تراب كربلاء، قال لها يا أم ضعيه في قارورة إلى جانب قارورة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا رأيت التراب قد تحول إلى دم فاعلمي أني قتلت. وبالفعل يوم العاشر إجت أم سلمة وإذا التراب قد تحول إلى دم حبيط. والتفت الحسين إلى فتيان بني هاشم والنساء يبكين في الدور، لمن نستبقي النياحة بعدك يا أبا عبد الله، يعني خلنا نبكي عليك يا أبو علي. الحسين سلام الله عليه التفت إلى فتيان بني هاشم، قوموا وأركبوا النساء. جاء فتيان بني هاشم أركبوا النساء على هوادجهن. الحسين تفقد الهوادج وإذا به رأى هودجا خاليا. جاء علي الأكبر إلى تلك المرأة، قومي قومي قومي، عرفت هلولا، قومي عم زينب أنا أركبك على الناقة. قالت لا ولدي أنت إلى أمك. القاسم قالت بارك الله فيك أنت إلى أمك. زينب من تنتظرين؟ قالت انتظر إلا أبويا خلى إيدي بإيدي أبو فاضل. نزل عباس قال لها لبيك يا زينب أنا موجود يا زينب. نزل عباس للحورة يناديها بدمع ساجد، يقل لها يا محزونة ويا عزيزة بني هاشم. أمباك تتأمل بالكلمات، شوف هي توصف لك المصيبة. يا اختي بالعجل قومي، أخوك على السفر عازم. لما سمعت جوابها نادت بالهضم والويل، أبو فاضل أنا وين أركب هوادج مو متعودة. صاحت بيه يا عباس آس يا فخري ويا ذخري، تدري بي أبو فاضل عزيزة وتدري بخدري. ايش قال لها ابو فاضل؟ قالها بالعجل قومي واللي يجيك في صدري، انا عدل محملك بيدي وانا لك يا مصونك في. طلعت واللوي رفرف يشي عقبال محملها وبيدين أبو فاضل ركبها وقال لها اجموع القوم يا زينب لمزقها وفللها وادع دمومهم يا اختي على حر الصعيد السيل. ومشت القافلة وإذا عيون على هودج زينب خايف ما يميل يمين ولا شمال، ساق الضيعن أبو السجاد
وكل ساعة نزل عباس يعدل ما أحمل الحورة خايف ينظرون الناس ما أدري إيش حالها ومن شاف تاج الثوب ليره لكن قبل ما تمشي القافلة وقبل ما سير وإذا طفلة طفلة الله إذا شفت يتيمة تسأل عن أبوها خذ بخاطرها وإذا طفلة طلعت من الدار تمشي وتعتر إلى أن وصلت وين إلى أبيها الحسين عارفها لولا هذه فاطمة العليلة قلت لأبا يهون عليك أن تتركني لوحدي قال لها بني أنت مو مكتوبة من المسبيات قالت عجل عندي طلب أبا عبد الله شنو الطلب قامت تتخطى الهواذج حتى وصلت إلى هودج أمها الرباب قالت لها يما اتقلها يما يا يما دخلوها الطفل عندي يا هم يما خلي عبد الله سلوى لما أشوف أتذكر ريحة أمي وريحة أبويا يا يما دخلوا هالطفل عندي يا همها يا بلج بشوفته تفتر الون تقله والله فراقكم يا اهل المحنة يهيج لاعتي وعم علي والله لما نعاين الهوشاف حسين حسين تبكي وعالضعين الدير بالعين بكى وقلها يا بنت ليش تبكي هي نخبرك لا وصلنا الغابرين قلت لأبا يعني راجع انت ترجع ابويا وإذا هذه الطفلة تنتظر الليالي والأيام متى يرجع الحسين حتى جاء ذلك اليوم الذي نزل فيه بشر وهو ينادي يا أهل يثري ما الخبر يا شيخ شاف طفلة واقفة على الباب ما الخبر يا شيخ من أنت قلت لأنا فاطمة العليلة بنت الحسين شلون يخبرها قال لها بني لقد رجع ركب الحسين لكن ما دخل في تفاصيل وبنت تنتظر أبوها دخلت فاطمة العليلة كنست دار أخ أبيها الحسين نفضت الغبار من على فراشه ثم توجهت إلى دار أمها الرباب وأول ما وقع بصرها على مهد أخوها عبد الله نصبت المه ووقفت على الباب من الداخل وإذا الباب تطرق نادت مرحبا بك حبيبي يا حسين فتحت الباب وإذا ترى امرأة مهيضة الجناح منحولة الجيس شاب شعرها قلت لها أنت عمتي زينب الهاشمية قالت لا أنا زينب المسبية عم وين أبويا معتاد أشوف شوية أبويا وين أبويا يا عم بيد البيت حرم امتوني ومن البيت عمية عيوني قلت لها يما عجل وين ابو فاضل عنك قلت لها لا تسأليني يا يما تقلها دافحهم بدي يضربوني ودافحهم بدي يا زينة اي والله يضربوني ودافحهم بدي انا منين جتني الغاضريه انت زينب ليش غيرش الزمان هوايه بعيوني احس متغيره
الها الكثر يم الخضر مشحونة شاب الصار لك أبدا فلا صار المرض. قالت لي يا محمد شعدد لك بس مصيبة بيت الدعاء. قالت يا محمد والله وش أعدد إلك. قالت يا محمد شعدد من مصاب شعدد يا محمد عد يزيد. قام يسب أمي وشتم حيله. يبكي على زينب تستاهل زينب منه ما يبكي على زينب والجماد عليها ينحايا. ما أعدد لك وسولف على المصايب هالتن. يا الله يا الله يا الله. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. إلهي تقبل عزاءنا، اشفي مرضانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، ارحم شهداءنا. اللهم اجعل ساعة النصر والفرج قريبة عاجلة يا الله. اللهم اكشف ما نزل بنا من هم وغم. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم.